السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بكورس الأخلاق الطبية. معنا ضيفنا أخونا الدكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن وجامعة هارفارد. كيف أخينا باسل؟ يا هلا يا هلا طلال، شو اخبارك؟ أهلا فيك، مرحب فيك مجددا. أخذنا إجازة مؤقتة لأنه كنا فعلا مشغول، أنا فعلا مشغول وأنت مشغول. هلا ربما إن شاء الله حنتابع أسبوعيا، يعني ما أظن فينا نسجل أكثر إلا إذا كان وقتي وقتك بيسمح أكثر. ان شاء حلقة الله اليوم حتكون عن موضوع شائك نسبيا، أخلاقيا في عليه ديبيت أو في عليه نقاش كتير، ربما في كتير ناس يتضايقوا من مجرد الحديث عنه، اللي هو الإيوثينيجيا. الإيوثينيجيا والفيزيشن أسيستد سوسايد. الإيوثينيجيا بيترجموها القتل الرحيم، ما بعرف إذا كانت ترجمة صحيحة أو خاطئة، والفيزيشن أسيستد سوسايد اللي هو الانتحار المساعد من قبل الطبيب. طبعا أنا بحكي باسمي وباسم باسل من الأول، أنا لا ديني ولا أخلاقي بتسمح لي إني أنا أقوم بهذا العمل، فنحن أبدا ما عم نشجع عليه، مجرد إضاءة حوله، بنحاول نكون محايدين قدر الإمكان. صحيح. فبداية أخينا باسل، عرف لنا الإيوثينيجيا بكلمتين، شو رأيك فيه؟ شو هي الإيوثينيجيا؟ شو معناته القتل الرحيم؟ اليوثنيجا هي الفعل اللي الطبيب ممكن يكون فيه بشكل مباشر او بسموه فعل ايجابي لانهاء حياه المريض، يعني سواء بعمل اجراء معين يؤدي الى وفاته بناء على طلب المريض. بيعطي دواء مثلاً؟ بيعطي دواء مثلا، هلا هالشيء عاده بيتم بالعنايه المركزه او بدور الهوسبيس، بيعطوه دواء معين، يعني ممكن يكون سواء انت عم تقولها بناء منسوجات على سواء طلب، على طلب المريض. طيب لو الاهل هن وافقوا، لو كان غايب عن وعيهم بتصير او ايوثينيجيا نفسها؟ الشخص يعني القائم بالنيابه عنه، يعني الشخص القائم او الاخذ بقرار المريض يعني كان ياخذ هذا الشيء. ولكن عاده بهيك قصص رح ندخل بالتفصيل شوي اكثر بعد شوي، ولكن هو المريض لازم يكون فعلا اخذ هذا القرار، بس المريض اذا غايب عن وعيه يا باسل، كيف بده ياخذ القرار هو؟ فلازم يكون حاكي من قبل. اذا مو حاكي، إذا مو حاكي من الصعب. إنه أنا لهلا ما شفت حالات الأهل أخذينا أو تم يوثنيجا. الموافقة عليها إنه كتب كيوثنيجا. هلا نحن لا ننسى انه اصلا نحن ما شفنا هي الحالات، انا بالولايه اللي انا فيها والولايه انت فيها هي امر غير قانوني، فنحن عم نحكي عن شيء ما شفناه صراحه، بس يعني ربما خلينا نكون انه نوعي الناس انه هذه شو هي، بحيث انه لو انسال صحيح. عنها كثقافه عامه. طيب الفيزيشن اسيستد سوسايد ايش هو؟ هو فعل يؤدي إلى نفس النتيجة، ولكن الفرق بيناتهم هو فرق تقني، هو أنه الطبيب لا يقوم بقتل المريض أو إنهاء حياته بشكل مباشر، ولكن أنت ممكن توصف الدواء للمريض وتجهز له إياه، والمريض هو بعدين بياخده أو ما بياخده. فالمريض بيروح على الصيدلية مثلا بياخذ دواء، عادة أظن هي فينوباربيتال اللي هي نعم الأدوية المثبطة للتنفس، وبيروح نعم نعم على البيت، وطبعا بيكون محضرين، يعني أنا شايف فيديوهات على اليوتيوب حقيقة هالموضوع، وطبعا هي بروسيس طويلة ممكن نحكي عنها شوي، بس هو عبارة عن إنه المريض صار أخذ الحبة بإيده، ما حدا أجبره ياخذها، والمريض كان نعم بكامل صحيح. وعيه. فالإيوثينيجيا عادة بتصير بأقسام العناية المركزة، مرضى غايبين عن وعيهم، مرضى بس ما هن لا ما هن عنده موت دماغي، ولا هن يعني وانت عم تتدخل بشكل مباشر، يعني انت عم تعطي دواء، عم تعطي بوتاسيوم، عم تعطي شيء يوقف قلبهم، وهذا شيء قتل حقيقة. قانونا هل هالشيء مسموح بأي مكان بالعالم؟ الايوثينيجيا، خلينا نبدأ بالايوثينيجيا. هلا بأمريكا غير مسموح، ما في ببعض ولاية دول العالم بأمريكا في كل هلا أمريكا عندك بولاية أوريغون بيسمحوا بشكل من الأشكال اللي هي الفيزيشن اسيستد سويسايد، اوكي بيسمحوا فيها بأوريغون. ولكن يوثينيجيا هو الفعل المباشر، على حد علمي إنه ما بيسمح فيها. معناتها هلا ولايات شمال غرب أمريكا اللي هن أوريغون اللي هي أظن واشنطن، أوريغون واشنطن أظن، فهدول عندهم بغض النظر شو، أنا ما اشتغلت هنيك مشان ما أحكي عن شغلة ما بعرفها، بس عندهم إياها قانونا، في قانون بيجيزها بظروف معينة. نعم. هلا يمكن على ما اظن في بعض الولايات الثانيه بلشت تناقشها، وبتعرف قد شلون هون القوانين، يعني كل مره ومره ولايه عفوا ممكن تقر شيء، ولكن على حد علمي لحد الان ما في هيك شيء غير باوريغون وواشنطن. بينما مثلا في عندك دول مثل كندا شوي متساهله بالموضوع اكثر، باوروبا عندك هولندا، انا متاكد انه هن بيسمحوا بهذا الشيء بهولندا ما بيسمحوا بس بالفيزيشن اسيستد سوسايد، باليوثينيجيا. بيسمحوا بالايوثينيجيا كمان، باليوثينيجيا كمان واظن بلجيكا نفس الكلام، بلجيكا بيسمحوا باثنين. هلا بولايات معينه بسويسرا اظن، لانه كان ليش عم احكي الكلام، لانه بالاخبار صار حكي كثير عليها، اظن بيسمحوا بانواع من بعض الولايات بيسمحوا بالفيزيشن اسيستد سوسايد. فالايوثينيجيا والله العليم موجوده بهولندا وموجوده ببلجيكا، فاذا حدا حابب يعني يعمل سياحه علاجيه عندها. بسويسرا كان في مركز واحد، بتذكر نتيجة انه لما طلع بالاعلام وبالصحافة كان في مركز هو عم يعمل هذا الشيء، وعم يعمله بكثرة، والسبب انه كان في ناس عم تيجي
تسافر عليه لهذا المركز يعني، فمشان هيك سلط الضوء عليه. سبحان الله. يعني هي حتى الحاله كانت مره ثانيه من استراليا، يعني حتى باستراليا مثلا، استراليا شوي نوعا قاسيين مثلا، ومع ذلك قانونا ما سامحين بهذا الموضوع. يعني لهلا صح الاخلاقيين عندهم بيعتبروا هذا قتل، وهو انه عندك كطبيب نحن حلفنا قسم ابو قراط، جدنا ابو قراط حيكون روحه عم تتعذب بقبره لما بيعرف انه نحن عم نعطي دواء قتالا. نحن حلفنا مين لا تعطي دواء مجهدا او قتالا، هذا نحن حالفين اليمين جميعا. سبحان الله. طيب معناتها قانونا ما موجود هذا الكلام عالميا، يعني بمعظم دول يعني البشر عموما لساتهم رافضينه حقيقة، معتبر نحن انه كطبيب ما بيصير انت خاصة بمهنة الطبيب يعني مهنة الإنسانية وكذا انه نحن نتدخل بإنهاء حياة إنسان بشكل مباشر. مو نحن اللي حطينا هي الحياة لحتى نحن ننهيها، دائما في أساس ديني للموضوع طبعا. الفيزيشن اسيستد بيحاول يخفف العقبة الأخلاقية، فهل انت برأيك، هلا طبعا انت اثنيناتهم لا تؤمن فيهم، بس اخلاقيا هل الفيزيشن اسيستد سوسايد عقبته الاخلاقيه او ضرره الاخلاقي اقل؟ يعني انت ما عم تقتل مريض قدام عينك، عم تعطيه الدواء ويروح يقتل، كانك بدل ما تطخه راسا براسه عم تعطيه مسدس يروح يطخ راسه بنفسه. نعم. هلا الفكره منها، هلا هي ليش اجت هي الافعال كلياتها؟ اجت بدايه لازاله معاناه معينه. هلا غالبيه المرضى اللي هي بتمر بهي اللي بتحتاج او بتطلب هيك نهايات، هي مرضى مع سرطانات مزمنه شديده، عندها الام شديده، او غالبا هذا اللي انا لاحظته او اللي انا شفته واللي درسته. فبكون هدفنا انه هن يخففوا المعاناه. فالفكره احد المواقف اللي بيقول لك انه اثناء النقاش بيقول لك انه يا اخي انت المريض اساسا، هذا الشخص اللي عم يعاني هيك هيك عم يفكر بالانتحار، وممكن يكون عنده خطه، ممكن يكون عنده شيء، وهو انت بتعرف انه هو ما انه مكتئب، او حتى ممكن يكون عنده هذا الاكتئاب الدائم نتيجه الاكتئاب المزمن نتيجه المرض المزمن والمعاناه يعني الشديده. في معاناة بالموضوع، في سبحان معاناه الله. بالموضوع فهو بده ينهيها. فهو هيك هيك ممكن يترك العيادة، يخلص هلا من المقابلة ويطلع يشلب حاله قدام سيارة. فأنت عرفانه هو هيك رح يعمل، فسهل عليه الأمر وارحمه على أساس وأعطيه هذا الدواء، يعني خفف معاناته. طيب بس يعني هي المشكلة إنه نحن عم نقوم بدور الإله بهالحالة، وهذا الشيء مرة ثانية إذا أنت ما عندك خلفية دينية، إذا أنت المورال تبعك تسمح لك يعني أنت تتعامل مع الموضوع كما تتعامل مع حيوان المزرعة، عفوا منك حصانك اللي أنت عايش معه 70 سنة أو 30 سنة وهو خدمك وكذا وكذا، وبعدين تعب ومرض وما عاد يقدر يوقف، أنت فعلا بترحمه إنه تعطيه رصاص الرحمة. بس يا أخي هذا حصانك، هذا مش بني آدم، هذا مش أخوك، مش عمك، مش والدك. نعم يعني نعم صعب هو جد، صعب شوي انا كبشر انا اتقبل هذا الشيء على بني، على اخي أنا الانسان. هلا هذا منطقي الخاص صح. مره ثانيه، هلا بس أنا متاثر بقناعتي الدينيه، انا هيك ديني صح، بيقول لي، هلا ربما أنا غيري عنده تفسيرات ثانيه صراحه. أنا معك. هلا أنا كمان من منطلق شرعي، وأنا هذا كمان دائما منطلق منه بالنسبة إلي أنا كباسل طراب، أرفض هذا الشيء تماما. ولكن أنا متفهم تماما للناس اللي هن عندهم منطلق آخر، واللي بيقول لك أنا كمان من الصعب علي أشوف والدي أو والدتي أو أخوي أو عمي عم يتعذبوا بهذا الشكل، وبإمكاننا نحن ننهي لهم معاناته، لأنه هن أساسا هيك هيك مثلا نحن متوقعين لهم إنه حياتهم رح تنتهي خلال 3 أشهر مثلا أو 4 أشهر. ليش حتى نحن نخليهم بهي الحياة وهن عم يتعذبوا؟ وعم متأكدين تماما إنه ما في شفاء، يعني بتفهمون ما بوافقون ولكن بتفهمون. هلا هن عم يغلبوا الاخلاق النفعيه هون بهالحاله، اخلاق نفعيه بدون اخلاق واجبه ابدا، يعني بدون ما يكون في عندك قانون عم يحكم، القانون بيقول يجب حفظ الحياه، القتل ممنوع. اذا انت غلبت الاخلاق النفعيه وطلعت والله انه هذا الشخص اذا بارادته هو بده ينهي معاناته، او انه نحن بدنا ننهي معاناته بسبب انه نحن شايفينه عبء على المجتمع مثلا وكذا من الحكي، اظن كنا عم نحكي عن الموضوع انه له جذور تاريخيه هالكلام، شو الجذور التاريخيه لها؟ نعم، فينك تشاركنا؟ في جذور تاريخية كبيرة. هلا أول حالة أنا يعني قريت عنها هي كانت من أيام الرومان، لما كانوا الجنود أثناء المعارك إنه ينصابوا إصابة شديدة، فكانوا ما بدهم يتعذبوا، ما بدهم إياهم يتعذبوا، ولكن بنفس الوقت ما عندهم القدرة إنه يديروا بالهم عليهم، يعني وين يحاربوا، وين يديروا بالهم على هدول. هذا شايفينه العسكري شكله مويت، فكانوا يجوا ينهوا له حياته على أساس يقتلوه إنه اساس شكرا قتل رحيم. لخدماتك. هلا انا صراحه انا الترجمه مو هي ترجمه عربيه بالمناسبه، الميرسي هي مش كلمه، يعني مو العرب اللي اخترعوا كلمه القتل الرحيم او الموت الرحيم، اظنها هي ميرسي ديث، يعني هي كلمه انجليزيه. مرسيتول ده. ايه بس هي لعب بالالفاظ مع كل احترامي، يعني ما في اسمه قتل رحيم او موت رحيم حقيقه، ما في نعم شيء، قتل 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 قتل. لا هي بالأخير أنت يعني عادة اللي هلا بيختاروا هي بامريكا الألفاظ. الاعدام حاليا صار كله رحيم معنى اخر، ما عاد في الشنق والرصاص، صار كله بالحقن اللي هو البوتاسيوم.
فانت عمليا عم ما ترحمه لما عم تقتله، معناته شو فرقت عن الاعدامات؟ معلش يعني. صحيح يعني، هلا بدل ما يعني لازم كمان تهلكه قبل ما تقتله خلاص يعني. لازم يكون تجعله عبرة لمن يعتبر. نعم هيك نعم الاساس فهي والخلاصة. تاريخيا، هلا تاريخيا، هلا كنا قبل الهوا عم نحكي، طلال انت شاركت معي هالمعلومة كمان على ألمانيا، انه هن كيف كانوا تماما. يتبعوا هذا الشيء مع المعاقين. انا كنت، نعم تفضل. فالدعايه النازيه انا قرات بمرحله، وربما انا مخطئ، بس يعني يجوز هي احد الحالات، انه معسكرات الاعتقال والكونسنتريشن كامب تبع المانيا بدات مع المعاقين بالمناسبه، ما بدات مع اليهود او غيرهم او الاقليات. كانوا انه طبعا المانيا، الالمان جماعه شغيله، بدهم شغل، بدهم انتاج. فاذا شخص غير منتج، شخص مستهلك، بيستهلك موارد المجتمع، هذا شخص ما له مرغوب في بقائه بالمجتمع. فانا يعني احد المحاضرات حطيت صوره من صور الدعايه الالمانيه بالثلاثينيات، انه هذا الشخص شخص معاق، حاطينه بكرسي، انه هذا يكلف المجتمع كذا كذا الف فرنك ايام فرانك. فانه عمليا انه عم يحاول يخفف العبء الاخلاقي عن الناس لما انه هذا الشخص ننهي له حياته. وهذا اجرام خطير حقيقه. انت عم تجي على اضعف خلق الله، اللي هو الله خلقهم لحكمه، ودك تخلص منه مشان انه نحن بس بدنا نشتغل، بدنا ناس منتجين. سبحان نعم الله، يعني الانسان، يعني انسان، كلا ان الانسان لا يطغى. نعم وشايف هاي مبدأ الإعاقة هاي مهمة جدا، لأنه هاي أحد الانتقادات اللي الناس المشجعة للموت الرحيم تنتقد الفيزيشن اسيستد سوسايد أو الانتحار المسهل عبر الطبيب، لأنه في ناس بتقول لك هي عندها إعاقة شديدة يعني، أو هي عايشة بالسرير طبعا ما بتحسن تمشي، عند معاقة ما بتحسن تاخذ هذا الدواء، ما عندها قدرة إنه تشربه لحالها او تاخذه لحاله لهذا الدواء، فبتقول لك انه انت هيك يعني ميزت ضدهم لانه هن معاقين، فيا فرحتي سمحت لهم انه ياخذوا الدواء وكتبت لهم وصفه وهن مو حسنانين ياخذوا. فهي الاعاقه يعني شوف شلون تغير التفكير خلال هلا الخمسين ما ستين بتعرف، سنه. مرة ثانية الأخلاق النفعية حقيقة لوحدها، بدون، أنا هذا قناعتي الشخصية، وما إذا عندك رأي ثاني وحكينا فيه ورد نحكيه مرة ثانية، أخلاق نفعية بدون أخلاق واجبة، بدون ما في يكون قوانين مسبقة تحكم تصرفاتنا، بتحول الإنسان لوحش حقيقة، بتحول صحيح لوحش. صحيح صحيح صحيح. أنا دخلت مرة بنقاش مع أحد الأشخاص، كان شخص آسيوي، كانت زميلة إلي اشتغلت معي بمختبر، وكانت مقتنعة جدا أنه مجرد ما الإنسان صار عمره فوق 65 سنة لازم يتم إنهاء حياته لأنه صار إنسان مستهلك، حتى لو كان إنسان يعني. قلت لها وقتها طب ما بكفي إنه تقاعد؟ قال لا لازم ينهوا له حياته يعني. في ناس سبحان الله سبحان الله. انا فيني نحكي ندردش اكثر ربما، بس ما بدي احاول اشط بالموضوع، ربما نحكيها برا الهواء، بس يعني وجود الانسان المسن بحياه الشباب مهم جدا يا جماعه. يعني عم نحكي بعالم الحيوان مش بعالم الانسان. يعني بعرف اذا قصه بحكيها سريعا، انه باحد المحميات بافريقيا لاحظوا انه الفيله صار الخاصه الشباب، الفيله الاطفال يعني او الصغار، صار عنده سلوك عدواني شديد. فدرسوا الموضوع، لاحظوا انه الفيل الكبار بالسن عم يقتلوهم الصيادين. فراحوا حافظوا على الفيل الكبار، فهذا شيء خفف من عدوانية الفيل الشباب. طيب انت بدك مسن، بدك شخص اللي ماله كبير بيشتري له كبير، فكيف هدول الناس بيفكروا صراحة؟ انا مرة بعيدا عن الاديان وعن كذا، انت اذا انت الشخص المسن بحياتك مهم، هو اللي عنده الخبرة وهو عنده الحكمة وهو عنده، فانت ببساطة عم تروح تطخه مثلا براسه او تعطيه دواء يقتله. فهذا شوي، أنا مرة ثانية ما بدي أقول بنتقد، بس ديني ما بيسمح لي هذا الشيء، وأنا يعني ما بقبل هذا الشيء يكون فيه كطبيب أنا مهنياً. طيب أنا هون حأسألك أنت، الأخصائي الأخلاقيات، أنا على فرض انتقلت هلا لولاية أوريغون، وأوريغون فيها القتل، عفواً، الفيزيشن أسيستد سوسايد، انتحار المساعد من قبل المريض، من قبل الطبيب. إجاني هالمريض هذا وفعلاً وضعه مزري، عنده سرطان مزمن مثلا، وعنده آلام شديدة مبرحة، وعم ياخذ أدوية كثير وما عم يقدر، وقال لي يا دكتور أنا قررت أنهي حياتي. أنا دينيا أخلاقي ما بتسمح لي بهذا الشيء، بس القانون بهذيك الولاية بيسمح، وهو عنده شيء يعني زلمة بده أنا طبيبه، فأنا شو فيني أعمل؟ هلا اول شيء في اجراء كثير طويل حتى يتم الموافقه على طلب المريض، بس انت كطبيب ممارس بهاي الولايه وانت غير مقتنع بهذا الموضوع، من حقك تماما انه انت ترفض هذا الشيء. جميل جميل. هذا طيب هذا حق شو لك، ما بعمل حدا انا بيجبرك. بهالحاله؟ نعم
طيب المريض بده ولكن حل. في عندك شروط هلا انت لازم تعمله، هلا في لازم تحوله على طبيب آخر. ايوه، فانا لو كنت ماني مقتنع بالاجهاض وجاني اجتنا مريضه وبدها اجهاض، وانا بقول لها انا اخلاقي ما بتسمح لي، فانا بدي احولها لطبيب ثاني. نعم، في شيء اسمه عندنا مبدأ اسمه conscientious objection، أو الاعتراض الضميري بالعربي تمام، بسموه، اللي هو جميل، إذا هذا الإجراء مخالف ل مبادئ الطبيب بحق له انه هو يرفضه، ولكن في له شروط طبعا ممكن نحكي عنها بشكل سريع هلا. شروط انه يكون في عندك بديل اخر، يعني طبيب اخر، شروط انه يكون ما تكون حاله اسعافيه، يعني اذا حاله اسعافيه تمام. ويعني بدك هي وقت رفض العلاج، يعني انا جاني مريض وما بدي اعالجه، بده يكون في عندي بدائل للمريض، وبالتالي ما ينأذى المريض، او بس يعني بغض النظر عن شو النظر، يعني بحق للطبيب يرفض علاج اي مريض، بس بشرط يكون ما يعني شو عم تحكي، ما يكون الوضع اسعافي، يكون في بديل. طيب في هلا عندك شيء؟ تفضل. بس بدي اقول لك بالعوده لموضوع انهاء الحياه الرحيم او قتل الرحيم، يعني الاجراء ما بيتم انه مجرد انه مشان اللي عم تسمعنا، الناس عم تسمعنا ما اه تفكر صحيح، انه مجرد ما الطبيب يعني انه المريض قال بدي اخذه يقول لك اي يلا خلص هذول بالغرب عم يعملوا هيك، لا 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 ابدا، لانه حتى هون في رفض شديد له عند كثير من الناس، يعني الديبيت والنقاش عليه حامي جدا. فالاجراءات عاده وسطيا بتاخذ بين 4 ل 6 اشهر بيتم بالولايات فيها اللي تقييم، بتسمح، نعم بالولايات الولايات اللي اللي بتسمح. بتسمع تمام، بيتم تقييم الفريد المريض فيها اكثر من مره او مرتين او ثلاثه من عده اشخاص مختلفين، يعني المريض بيقدم الطلب تبعه، بيروح بيتم لقاء مع العامل الاجتماعي مع الطبيب النفسي، مع بيحاولوا كل هالقصص هي كلياتها، بالاخير اذا تم الموافقه بيوصفوا له الدواء وهو بياخده، يعني بس عمليا بتاخذ 4 ل 6 شهور. يعني حتى في ناس بتقول لك انه انتم اساسا عم تشترطوا انه نحن لازم يكون انه يعني في عنده وقت معين من الحياه باقي له، ولكن اجراء عم ياخذ 6 شهور، فاحنا شو استفدنا؟ يعني فعليا من كثر ما في عقبات، يعني في كثير ناس بتقول لك انه حتى هذا الاجراء صار غير ذو معنى او غير واقعي من كثر ما اجراءات طويله، يعني مو مجرد ما المريض طلبه اصلا بصير. جميل جدا. طيب اظن غطينا الموضوع، ما عندي شيء ثاني اضيفه عن الموضوع، حبينا نغطي اضاءه يعني مره ثانيه هذا، يعني ربما اللي عم نحكيه هلا نحن على يوتيوب حقيقه هو مو محاضره طبيه ولا هو كتاب اكاديمي، يعني هو اضاءات على شغلات اخلاقيه ربما الواحد تتعرض له بامتحانات كطلاب مثلا، او حتى بالحياه اليوميه حقيقه، انه في شغلات عمليه كثير عم نحكيها ان شاء الله، واظن ان شاء الله يكون مفيد للناس، خاصة أنه موضوع شوي قراءته مملة حقيقة، إذا حولته لحديث ربما يكون أجمل صراحة. هلا في تفاعل جيد من الزملاء حقيقة على اليوتيوب، وربما أنا ما عندي القدرة أني أناقش على اليوتيوب، فأنا أفضل أني أنا أجيب الأسئلة لهون، أضيف فقرة يعني بنهاية الجلسة ربما سؤال من الزملاء اللي سألونا إياه، وراح أوجه لك إياه ونتناقش فيه. بحلقة الفيوتيليتي أو الفيوتايل كير، أحد الزملاء علق تعليق وربما استشكل عليه نقطة، إنه شو الفرق لما طفل غير واعي وما بيقدر يعبر عن أي رغبات، والده ووالدته اللي هن المسؤولين عنه هن بياخذوا القرار عنه سواء بإنهاء الحياة أو الاستمرار أو اللي هي اللي whatever، يعني مقارنة برجال كبير عمره 70 سنة أو 80 سنة غايب عن وعيه وأهله هن المسؤولين عن اتخاذ القرار. شو هو الفرق، ما شو هو الفرق بين الحالتين، يعني ممكن تشرح لنا إياه؟ هلا الفرق الجوهري انه هذا الشخص، هذا الانسان كبير بالعمر اللي هلا حاليا هو غير واعي، اسرته هلا شو الفكره من الشخص اللي بياخذ قرار عن المريض، انه هو يكون ممثل لرغباته، فالامل انه يكون اثناء حياته الطويله هي الناس اللي حواليه بتعرف هو كيف ممكن يفكر، او ممكن يكون قايل لهم بالسابق انا بدي هيك، فهن يكونوا قادرين على اخذ قرار ممثل له، ولكن هالحالة بتكون غائبة في وضع الأطفال عادة، يعني خاصة إذا كان الطفل صغير جدا، يعني خاصة يعني إذا عمره 2 أو 3 أو حتى لو عمره 7 أو 10 سنين، أنت ما ممكن تكون يعني خاض معه هيك نقاش، فأنت ما بتعرف، فأنت كأب أو أم لازم تكون يعني على بمكانة إنك تاخذ القرار بالنيابة عنه، فهذا يعني كتير مهم. بهالحالة الأب والأم لما عم ياخذوا القرار هن ما استشاروا الطفل ولا بيعرفوا شو رغباته، ولا ممكن الطفل يعبر عن رغباته بهالموضوع، صحيح صحيح صحيح، وبالتالي عم لأنه من بياخذوا الصعب، قرارهم صح الشخصي يعني. صحيح، لانه لا الطفل راح يكون قادر على استيعاب هذا الشيء، وراح يكون من الصعب جدا انه هو معبر لهم عنه. هلا في حالات بتلاقي اطفال مثلا عمرها مثلا 13 او 14 سنه وصار لهم عم يعانوا مثلا من مرض مثلا 2 3 مثلا، او هن تم زراعه اعضاء لهم، ممكن يعبروا لك بشكل مباشر يقول لك انا ما عاد بدي انهي وتعبت او كذا حياتي. هدول في يعني هي مرحله منطقه نوعا رماديه ما. ممكن وقتها تقول اوكي هدول عبروا عن رايهم،
بينما الطفل الصغير اللي ما عبر يعني الاهل هذا واجب انه ياخذوا هالقرار من تماما. الاهل. فهذا الفرق الجوهري، لانه هذا اللي عمره 70 سنه وغايب عن وعيه، هذا في عنده كان 70 سنه عم يعبر عن ارائه وعن معتقداته، والناس بتعرفه شلون بيفكر. اما هذا الطفل لسه ما شفنا منه لا ابيض ولا اسود حقيقه. هذا صحيح الفرق، هذا الفرق. صحيح طيب جميل جدا، اظن غطينا الموضوع. انا حانهي هي الجلسه هلا ونناقش، يعني هو كان ضروري جدا نناقش اليوثنيجيا ان شاء الله كمقدمه، او ك يعني لانه حناقش الدي ان ار حقيقه ونفرق بين الحالتين، شو معناته الدي ان ار وكيف بنفرق اخلاقيا بين حاله الدي ان ار عدم الانعاش مقابل اليوثنيجيا. اتمنى انه الجميع اخذنا يعني عبرنا حكينا شيء مفيد للجميع، وان شاء الله يا رب نتابع حلقات قادمه. إن شاء الله، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم.